عليها نجوم بيلمع لولا بيلمع مثل الالماس ملياري تلج وملياري ملبس ابيض بكياس يا جراس وعي الناس للقداس يا جراس يا جراس اللي بيعيد وعي الناس كان عليها مسابح زرقا وشمع صغيرة كل سنة وانتم سالمين شكرا مرح على التقرير الحلو يوم ما حل بغضو ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تبطل الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب عندما نسقي عطشانا كأسنا نكون في الميلاد عندما نكسي عريانا ثوب حب نكون في الميلاد عندما نكفكف الدموع في العيون يكون في الميلاد عندما تموت فيا روح الانتقام أكون في الميلاد ليلة الميلاد يوم ما حل بغضو ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تبطل الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب عندما أقبل رفيقي دون غش أكون في الميلاد عندما تموت فيا روح الانتقام أكون في الميلاد عندما يرمد في قلبي الجفا أكون في الميلاد عندما تموت نفسي في كيان الله أكون في الميلاد أهلا برافو 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 عليك برافو عليك هيثم وين ما بدك تفضل أهلا وسهلا أهلا برافو عليك يا هيثم كل عام وأنت بخير يسعد صباحك حبيبي يسعد صباحكم شو هالصوت الحلو الله يسعد قلبك ما شاء الله عليك هيثم برودي حبيبي الله يخلينا إياك كل عام أنت بخير هيثم أنت بخير يا حبيبي كيف أمورك تمام كيف مرت هالسنة نشكر الله يعني السنة هاي مرت بصراحة في أول شيء قبل ما أكمل الحكي اسمحوا لي أصبح عليكم أحكي لكم كل عام بخير وأبارك لكم وأبارك لكم على كل شيء أخذته السنة هاي من إنجازات بصراحة إنجازاتكم كثير عظيمة يعني تعبتوا والكادر كله تعب وبالمقابل لقيتوا مقابل تعبكم شيء كثير عظيم إنه بصراحة مثلا دنيا 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 مركز الأول جاب بالبرامج الصباحية الموجودة في المملكة نعم نعم لأنه إحنا بنشتغل بحب بنتعب بحب عن جد يعني ونحن سعداء جدا دائما إنه إحنا بنشوف نخبة دائما من الفنانين من المبدعين من الجميع يعني مناحي الحياة عنا دائما بكون عنا إحنا السعداء ومحظوظين إنه عم نتعرف على هاي الشخصيات وهيثم أيضا الياس واحد من هالفنانين كل عام بس نعيد على أبناء الوطن جميعا نقول لهم إن شاء الله يا رب سنة خير علينا جميعا يا رب وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة خير وروح الوباء بصراحة يعني تعبنا تعبنا نفسيا ومعنويا بس دائما يعني بنحكي الحمد لله دائما وابدنا على الصحة وإن شاء الله ربنا يديم سيدنا أبو حسين وكل عام والمالك العيل المالكة جميعا أبو حسين الله يا رب كل عام إن شاء الله إن شاء الله هيثم كانت سنة صعبة يعني صعبة على الكل وكمان أكيد الوسط الفني تأثر بشكل كتير كبير يعني من حيث التجمعات والحفلات والشغل كله بشكل عام تأثر كتير يعني بشكل فعلا كتير كبير كيف مرأت السنة شو اشتغلت شو عملت كيف كان شكلها بصراحة يعني أنا تخرجت يعني تخرجت من الجامعة وكنت في بالي اني اشتغل بصراحه يعني ما كانش في بالي كنت خلص في كان في الله يبارك فيك كان في الموضوع انه حفلات وكذا وشغل وفي دخل بيجيني وهيك الكورونا اجت وقف الشغل وقف كل شيء توقف صراحه
فالواحد صرت ايش يعني صرنا نجتهد نشتغل هلا والحمد لله يعني صار لي تقريبا 4 أشهر شغال بشتغل بشركه والحمد لله الامور تمام. يعني هسه الكورونا علمتني اشياء كثير بصراحه. يعني كثير كشفت اشياء كثير يعني بس لحفت كثير هاي السنه. برافو عليك. كنت اشوفه بمشي في دائما نطلع نركض ونمشي كنت اشوفه هيدا دائما. برافو عليكم. طيب هيدا ايش علمتك الكورونا اشياء جديده؟ علمتني الصبر. صبرت كثير يعني صبرت ونلت. صبرت على كل شيء عملته. تعبت كثير بعد جامعة ودراسة وشغل وراح الشغل صفى دراسة وفي دخل صار يجيني مثلا في طلب يجيك دخل الواحد بيشعر بنقص مثلا بينه وبين نفسه. فلما خلصنا موضوع الدراسة اشتغلنا بشركة الحمد لله يعني أخذت الشهادة من هون اشتغلت من هون. برافو. الحمد لله يعني وكان الأمور يعني الحمد لله كانت تمام. وهاي الشيء اللي علمتني الكورونا أنه الشهادة سلاح. الشهادة سلاح 100%. احنا صدفناك قبل كمان بعيد سابق بعيد الأضحى كان عيد الأضحى السنة الماضية كنت لسه سنة أخيرة بالجامعة عم تدرس هندسة وإنك أنت حلمك تكون فنان وعندك طموحات حابب تحققها ولكن دائما الشهادة هي سلاح. وهذا قد ايه حلو رندا كلنا بنكبر مع بعض كلنا بنكبر مع بعض حتى الضيوف حتى نحن شخصيا بالعشر سنين حتى الضيوف اللي معنا حتى نعم عائلة واحدة كل يعني أطراف المعادلة كلها عم تربى مع بعض. نعم 100%. إذا فنان هيثم الياس رح تضل معنا اليوم بفقراتنا المميزة من دنيا يا دنيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. فاصل وراجعين لكم. ولا تهزك بوش التوتي أنا بحبك لو بتموتي أنا يا بنتي مجوز زلمي عائل بيتوتي. لا تهزك بوش التوتي ما بحبك لو بتموتي أنا يا بنت مجوز زلمي عائل بيتوتي. ولا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد ولا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد أنا يا حلو من الجرد وفلاح ومش بيروتي أوفا 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 فلاح ومش بيروتي. لا تهزك بوش التوتي ما بحبك لو بتموتي أنا يا بنت مجوز زلمي عائل بيتوتي. لا تهزك بوش التوتي ما بحبك لو بتموتي أنا يا بنت مجوز زلمي عائل بيتوتي. برافو 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 بين عليك. شو المدلي الحلو حلو كثير حلو حلو اكيد في تكمله بس بجوز نحن الوقت ما راح يسعفنا. شو الخطط يعني بهالاعياد؟ احنا هسه شغالين هاي الوصله جديده عملناها طبعا توزيع اخ والصديق نديم عز. هلا هي شرفت انت بظل اللمسات الاخيره طبعا مشموله لتهزك بوش التوتي مع اغنيه ثانيه انا قلبي انا ليك مشتاق. اوكي فهم اثنتين مع بعض لبنانيات مدلي لبناني ان شاء الله يعني اول شهر واحد بكون جاهز ان شاء الله ان شاء الله. طيب شو بتحب تسمعنا هلا؟ الختام الختام ختام ومسك بمناسبه عيد الميلاد المجيد. احنا بنشكرك فنان هيثم الياس وكل عام وانت بالف خير وبنشكر متابعينا وخليكم معنا فقراتنا مستمره وخلينا نسمع ترتيله حلوه من الفنان هيثم الياس. ضوي بالليالي سعيدي يا نجمي بيتاري جاي من دني بعيدي تتلج عها الكون طيب يا تتلج أشعار سلام يا سلام تتلج أشعار سلام حكيوا لحكاي غريب والأرض عيونا قولي قولي يا حبيب جاي لعندك
يسوع سلام تتلج أشعاره سلام. برافو 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 برافو، كل عام وانتم بألف خير. يسلم هالصوت، شكرا هيثم.